احنا ايه اللي جابنا هنا؟ مش لازم نأمن يا حبيبي على العربية اللي هنهرب بيها؟ ايوه صح، اللي يطلع فيها قنبلة زي بتاعت الغردقة. طب نفترض العربية جت، هنعمل ايه بعد كده؟ يلا يا جدعان قبل ما يصحى. يصحى ايه؟ هو دريان بالدنيا؟ ده خد المجلة بتاعتي. الله يخرب بيتك. ماذا بكم يا رجال؟ وما الذي أتى بكم إلى هنا؟ كنت أتفقد حال السيارات فوجدتك تمارس الرصيلة مع المجلة اللي نفسي فيها، إذن سنقيم عليك الحد. هذه ليست مجلتي، لقد وجدتها في الحلم. الرحمة الرحمة يا أمير. يبقى تحترم نفسك بعد كده عشان ما تضربش، وتسمع الكلام وأخليك تتفرج على فيديوهات. أسمع كلامكم في ماذا؟ الأمير يريدنا أن نخرج في مهمة سرية بمفردنا. خرجنا مع الأمير في الصحراء في 19 من حيزوران. خلاص يا ابني، احنا بنشغل جغرافيك، ما تخلص يا كونو. مش بفهمه. خلص، عايزين نخرج. لا يجوز يا سيدي، لا يجوز. انت فاكر نفسك بتكلم ابو زغله؟ ده ابو فروه. اذا سنقيم عليك الحد. سيدي، لا يوجد لدينا هنا مهام خاصه، فنحن اسره واحده ويجب ان نعرف كل شيء عن بعضنا. اذا اردت ان تقيم حد المجله فهو اهون من تفجير ابو علاء. اطلق النار يا امير. واذا اردتم المفاتيح فمفاتيح السياره في خيمه ابو علاء، فانه لا يستامن احد. يلا يا جدعان. تمام، سنذهب إلى الخيمة وفي المساء سنعد حفلة. الله، مش بفهمه. خلص